إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. هكمل معاكم إن شاء الله النهاردة سب ديفيجن ماستيجو مايكوتينا. المرة اللي فاتت عرفنا الجنرال كاركتر اوف ماستيجو مايكوتينا، وعرفنا ان هي بتكون زوسبوريك فانجاي وبتكون موتايل، وعرفنا ان البيرفكت ستيت بتاعتها بنسميها اوسبور. وطبعا عرفنا ان عندها ثلاثة طيب من الزوسبور دي، ممكن تكون سنجل بوستيريور فلاجيلا من النوع الويبلج، او سنجل انتيريور فلاجيلا من النوع التنسل، او تكون باي فلاجيليتد. فانا على حسب الزوسبوريك فانجاي دي هعمل كلاسيفيكيشن للمستيجو مايكوتينا لثري كلاسز. طيب ايه هما الثري كلاسز؟ اول واحده الكتريديومايسيتس وهايفوكتريديومايسيتس اند اوومايسيتس. طيب ايه الفرق بينهم؟ ده كله طبعا عرفناه المره اللي فاتت. الكتريديومايسيتس الزوسبور بتاعتها بتكون سنجل بوستيريور فلاجيلا من النوع الويبلش، زي دي بالظبط كده سنجل وبتكون من النوع الويبلش. لكن الهايفوكتريديومايسيتس بتكون سنجل انتيريور، والفلاجيلا بتاعتها بتكون من النوع التنسل. تنسل يعني فيذر شيب، شكلها ريشي بالشكل ده. لكن الاوومايسيتس عرفنا ان هي بتكون باي فلاجيليتد ويز بوستيريور فلاجيلا من النوع الويبلش ومن النوع التنسل كمان، يعني هي عندها نوعين تمام، لان هي بتكون باي فلاجيليتد. دي كانت الثري كلاسز. وبعد كده قلنا ان الكتريديومايسيتس ان هي اللي هي عندها سنجل بوستيريور فلاجيلا من النوع الويبلش، اقدر ان انا اخد الكاركتر دي واقسمها لثري اوردر على حسب الكاركتر دي. طيب على حسب ال according to vegetative sulcus and reproductive structure and germination of spores، قسمناها الكتريدياليس بليستوكاليدياليس مونوبليفريدياليس. دول الثري اوردر بتوعة الكتريديومايسيتس. دي كده مقارنة بسيطة بس عن الثري اوردر، اصلا انا قلتها المرة اللي فاتت. النهاردة بقى ده الجديد، ده كل اللي فات ده كان مراجعة بس عن الفيديو بتاع المرة اللي فاتت. النهاردة بإذن الله بقى هبدأ معاكم في اوردر كتريدياليس. واول حاجة طبعا لازم نعرفها ايه هي الجنرال كاركتر بتاعة الاوردر دي. هي member of this group are mostly aquatic، يعني اغلبها بيكون aquatic بيعيش في المية، مش كلها اغلبها. المود اوف ليفنج بتاعتها يعني هي بتتغذى ازاي. عندي حاجتين، يا اما تكون سابروفايت او بارازايت. دي انا شرحتها في الاول خالص، اول محاضرة في المايكولوجي، عرفنا يعني ايه سابروفايت ويعني ايه بارازايت. سابروفايت معناه ان هي بتعيش مترممة، يعني بتتغذى على الديد اورجانيك ماتر، على البلانت او الانيمال ريمينز، يعني على بقايا النباتات والحيوانات. بعضها بيكون بارازايت، يعني بتتغذى على الليفنج سيل، على خلايا حية، يعني زي السيلز اوف الجي وسمول اكواتيك انيمال، الكائنات المائية الصغيرة. الكاركتر اللي بعد كده بعضها بيكون تيرستيريال، يعني ايه؟ يعني هي بتعيش على الارض، سواء بقى على نبات او حيوان او اي حاجة، المهم ان هي تكون تيرستيريال، بتعيش في السويل. كوزنج ديزيز، بتسبب امراض. عندي مثلا زي المثال اللي معانا النهاردة اللي هو السينكيتريام اندوبيوتيكام، ده بيسبب مرض بنسميه بلاك وارد ديزيز ان بوتيتو، يعني بيسبب حاجة اسمها يعني ورم في البطاطس كده، بيكون لونه اسود. اجيب لكم صورته، ده دي صورة المرض اللي بيبقى على البطاطس اللي السينكيتريوم بيعمله، بلاك وارت ديزيز ان بوتيتو، ده شكله بالمنظر ده تمام. وفي برضو ده برضو الشكل بتاعه، صورة تانية ليه يعني، ودي ده من جوه، من جوه الثمرة نفسها تمام. يبقى كده عرفنا ان هو بيعمل بلاك وارت ديزيز ان بوتيتو.
الكاركتر اللي بعد كده الثلث is very morphologically، يعني الثلث بتاعي بيكون مختلف في الشكل، ملوش شكل واحد. عندي مثلا الماتيور ثلث ممكن يكون spherical او cylindrical sac، يعني بيكون شكله دائري او اسطواني، تمام، بيكون surrounded by wall، يعني هو بيكون يا اما spherical او cylindrical، وطبعا في اشكال منه تاني. الماتيور ثلث ده بقى اللي هو ممكن يكون spherical او cylindrical، ممكن يكون حاجة من اتنين. الماتيور ثلث ممكن يكون له شكلين، شكل من اتنين يعني، يا اما يكون holocarbic او eucarbic. طبعا التو تيرم دول احنا زهقنا منهم، كل مرة بنعيدهم. الهولوكاربيك برضه هقولها تاني، الهولوكاربيك معناه ان عندي الفيجيتيتيف ستراكشر او الريبرودكتيف ستراكشر مش موجودين الاتنين مع بعض في نفس الوقت، واحد منهم بس اللي بيكون موجود. فانا عندي هنا الهولوكاربيك اتثلث وزود فيجيتيتيف سيستم، ما عندوش فيجيتيتيف، تمام. هو بيكون عن السيتوبلازم كونتينت بتتحول الى ريبرودكتيف ستراكشر زي الزوسبور والجاميتس، تمام. لكن الايوكاربيك الاثنين بيكونوا موجودين مع بعض، سواء الفيجيتيتيف او الريبرودكتيف، يعني مش هلاقي واحد بس، لا هلاقي الاثنين. الفيجيتيتيف بيكون concerned in collecting nutrient، يعني بيكون جواها كل النيوتريانت، والريبرودكتيف بارت بيديني الزوسبور او الجاميت. عندي فيه بقى مصطلح جديد هنعرفه النهارده، في الريليشن بتوين الرايزويدال سيستم والسبرونجيوم، بسميها يعني مش بسميها، لا هي بيكون في منها نوعين، يا اما بتكون ايبيبيوتيك او اندوبيوتيك. الايبيبيوتيك معناها ان الرايزويد بيخترق الهوست سيل، لكن الاسبرونجيا بتفضل بره الهوست سيل. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ هوريكم على صورة اسهل. هنا الاول ده الهولوكاربيك، يعني بيكون عندي مفيش فيجيتيتيف اصلا، ده بيكون ريبرودكتيف بس اللي هي الاسبرونجيا او الجميد. لكن الايوكاربيك عندي ده الريبرودكتيف اورجان وده الفيجيتيتيف، في الاثنين يعني. ده بقى اللي انا بقوله الايبيبيوتيك والاندوبيوتيك. يعني ايه الايبيبيوتيك؟ معناها من اسمها كده، ايبي معناها اباف، فوق يعني. فانا عندي هنا في الايبيبيوتيك معناها ان الرايزويدال سيستم بيخترق الهوست سيل، بيعمل بنتريشن للهوست سيل. دي كده الرايزويدال سيستم بيخترق ايه؟ دي مثلا لو اعتبرناها الهوست سيل، فهو الرايزويدال سيستم بيخترق الهوست سيل، لكن السبرونجيا اللي بيكون جواها الزوسبور دي بتفضل بره الهوست سيل، عشان كده سميناها ايبيبيوتيك، تمام. لكن الاندوبيوتيك عندي مثلا ده، ونفترض برضو ان هو الهوست سيل، هنلاقي ان كل الثلث بيدخل جوه الهوست سيل كله، الرايزويدال سيستم او الرايزويدال سيستم بالسبرونجيا، الاثنين بيدخلوا جوه الهوست سيل، تمام. دي كده كانت الكاركتر الاخيره دي، اللي هي الريليشن بتوين رايزويدال سيستم اند سبرونجيا، تمام. In many species of eucarpic عندي الزوسبور undergo germination. طب انا دلوقتي عايزة اتكلم عن الجيرمينيشن اللي بيحصل في الايوكاربيك. لما الزوسبور تعمل جيرمينيشن عندي حالتين، لو الرايزويدال سيستم اللي انا لسه قايلاه من شوية عليه سنجل سبرونجيوم، يعني مثلا ده رايزويدال سيستم اهو، لو عليه سنجل سبرونجيوم زي ده او وان ريستنج سبور هنسميه مونوسنتريك، يعني واحده بس. لكن لو الريزويدال سيستم ده عليه اكتر من سبور هسميه بوليسنتريك، تمام. دي الكاركتر اللي موجوده هنا، يعني يا اما مونوسنتريك او بوليسنتريك، تمام كده، مونوسنتريك او بوليسنتريك. بعد كده الزوسبرونجيوم بتكون سفيريكال، يعني بتكون شكلها دائري او بير شيب سيك، يعني شبه حبة الكمثرى كده تقريبا، وبيكون جواها ديسشارج تيوب، ودي عن طريقها بيحصل ريليزنج للزوسبور، عن طريقها يعني الزوسبور تقدر تخرج منها. عملية الريليزنج دي بقى، عملية خروج الزوسبور من السبرونجيوم، بقدر استغلها في عملية الكلاسيفيكيشن. طيب ازاي؟ عندي
الريليزنج، انا عندي دلوقتي الزوسبرونجيوم دي هيخرج منها الزوسبور. طيب هتخرج ازاي؟ عندي حاجتين، حاجه اسمها ان اوبركيولم او اوبركيولم، او ان اوبركيوليتد او اوبركيوليتد. اوبركيوليتد معناها ان هي فيها غطا كاب كده او اوبركيولم، تمام، لكن هنا ما فيهاش اي حاجه. في الحالتين بيعمل الاثنين بيعملوا بنتريشن للهوست سيل، بس طريقة خروج السبور هي من الاسبرونجيوم بتختلف. مش فاهمين برضو يعني ايه. عندي مثلا هنا دي كده الاسبرونجيوم والرايزويد، تمام، دي عملت بنتريشن للهوست سيل اخترقته. طيب هي هتطلع الاسبرونجيوم دي هتطلع الزو سبور منها ازاي؟ في حاجتين، لو هي فيها اوبركولم، لو فيها غطا زي ده كده، ده اوبركولم اهو غطا، عن طريقها بقى هتروح الزوسبور طالعه. في الحاله دي هسميها ايه؟ اوبركيوليت. طيب لو ما فيهاش الغطا ده الزوسبور هتخرج ازاي؟ هتخرج عن طريق ان التب او القمه بتاعه الاسبرونجيوم بتكون جيلاتينيوس، جيلاتينيه كده، فبيحصل لها تحلل او ديسولفيشن، تمام كده. يبقى هنا في الاوبركيوليت التب بتاعه الاسبرونجيوم بتكون فيها كاب او اوبركيولم، وبالتالي الزوسبور بتخرج منها عادي للهوست سيل. لكن في الان اوبركيوليت التب بتكون جيلاتينوس وبيحصل لها ديسولفيشن. بعد كده الزوسبور جيرمينيشن، هي هتكلم يعني دلوقتي عن كاركتر جديده وهي الزوسبور جيرمينيشن. هيحصل جيرمينيشن للزوسبور ازاي؟ الزوسبور هيحصل لها انسيست، يعني هتكون حاجة زي كيس كده، هيحصل لها تكيس، وبعد كده الفلاجيلا هيحصل لها withdrawing او cast off، يعني هتختزل نفسها، الفلاجيلا هتبقى مش موجودة. فانا عندي في حالة الهولوكاربيك بارازايت وفي حالة الايوكاربيك بارازايت، مختلفين عن بعض. الهولوكاربيك بارازايت بيحصل انسيست للزوسبور جوه الهوست سيل، يعني دلوقتي الزوسبور لما دخلت جوه الهوست سيل هيحصل لها انسيست، تمام. بعد كده الوول بتاع السيست والسيل وول بتاع الهوست الاثنين هيلتحموا مع بعض، وبعد كده هيحصل لهم ريسولفنج. يعني انا كأن دلوقتي عندي زي كورتين كده التحموا ببعض، واحده بتاعه الهوست سيل وواحده بتاعه الزوسبور. فالزوسبور الوول بتاعها التحم مع السيل وول بتاع الهوست سيل، وبعد كده حصل لهم ديسولفنج، يعني ايه؟ اتحللوا، تمام. بالتالي مكونات السيتوبلازم بتاعه الزوسبور هتدخل للهوست، ده كده في حاله الهولوكاربك، تمام. مكونات سيتوبلازم كونتينت اوف زوسبور انتر هوست سيل. طيب في حاله الايوكاربك عندي بقى في حاجتين، اللي هي مونوسنتريك او بوليسنتريك. المونوسنتريك السيست بيبدا يكبر يحصل له انلارجمنت، وبعد كده يكون الزوسبرونجيوم. لكن في حالة البوليسنتريك الزوسبور بتكون حاجة اسمها رايزومايسيليوم، بس ده الفرق ما بينهم. هقول الزوسبور جيرمينيشن تاني. الأول الزوسبور بيحصل لها انسيست، يعني بيحصل لها تكيس، وبعد كده الفلاجيلا بتاعت الزوسبور دي هيحصل لها ويزدروينج أو كاست أوف، يعني يا إما تختزل أو تتقطع، هتختفي خالص يعني. فأنا عندي حالتين في الزوسبور جيرمينيشن، في حالة الهولوكاربيك أو في حالة الإيوكاربيك. اللي بيحصل؟ الاتنين مختلفين عن بعض. فانا عندي في الهولوكاربيك بيحصل انسيست للزوسبور، يعني الزوسبور بتدخل الاول جوه الهوست سيل، بعد كده يحصل لها انسيست. فلما يحصل لها انسيست ايه اللي هيحصل؟ الوول بتاع السيست ده بتاع الزوسبور، الوول ده هيلتحم مع السيل وول بتاع الهوست سيل، وبعد كده يحصل لهم ريسولفنج، يعني يتحللوا، وبالتالي بيبقى سهل ان مكونات السيتوبلازم بتاعه الزوسبور تدخل لمكونات الهوست، تمام. في حالة الايوكاربيك عندي حالتين، حالة مونوسنتريك او بوليسنتريك. المونوسنتريك السيست بيبدأ يحصل له انلارجمنت، انلارج، وبعد كده يكون زوسبرونجيوم. لكن في حالة البوليسنتريك الزوسبور بتكون ليميتد رايزومايسيليوم، بتكون حاجة اسمها رايزومايسيليوم، وبعدين الخلية بتبدأ ايه؟ ان هي يحصل لها سوولن، وبتديني في الاخر رايزومايسيليوم. بس هو ده الفرق ما بينهم. بعد كده بقى في فاميلي سينك تريسي، دي هتكلم عنها المرة الجاية ان شاء الله. بس في برضو مصطلحين كده لازم اقولهم.
عندي في مصطلح اسمه مونو بولر او باي بولر. يعني ايه مونو بولر؟ معناها مونو يعني واحد وباي يعني اتنين، فمونو بولر معناها ان الجيرمينيشن بتاع الزوسبور بتاع السيست عامة بيحصل من بوينت واحدة بس. يعني ولنفرض مثلا ان دي، ولنفرض يعني ان دي ال ان دي الاسبرونجيا، ان دي السيست بتاع الزوسبور، تمام؟ فلما يحصل لها جيرمينيشن من نقطة واحدة بس كده الزوسبور هتبدأ تخرج، لكن لو حصل لها من نقطة هنا ومن بوينت تانية مثلا هنا يعني اتنين، فدي هنسميها باي بولر. يعني الجيرمينيشن فروم تو بوينت من الوول بتاع الزوسبور سيست. الزوسبور سيست بيحصل له يعني بيبقى فيه بوينت واحدة مثلا بس بيخرج منها الزوسبور، وبالتالي بنسميها مونو بولر. لو خرج من، لو الجيرمينيشن حصل من تو بوينت بنسميها باي بولر. بس دي كانت كده حاجة كان لازم اقولها يعني. بعد كده فاميلي سينكتريزي دي بإذن الله هقولها المرة الجاية، وهشرح فيها بقى الجنرال كاركتر بتاعت الفاميلي سينكتريزي، وهشرح الاكزامبل اللي موجود فيها اللي هو السينكتريوم اندوبيوتيكم، وهنعرف الكاركتر بتاعته واللايف سايكل بتاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود، مدها يداك، مدها يداك.